بعد أن تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات، نحن كلنا موتى، كلنا، وعندما أقول نحن أقصد أنا وأنت، كلنا موتى، كلنا نفنى ولا يبقى فينا إلا عظم صغير في العصعص. هذا العظم هو الذي سينبتنا الله به من خلاله مرة أخرى. أجسادنا تفنى لكن أرواحنا لا تفنى أبدا. أنت تحمل في جسدك روح، هذه الروح ابتدأت معك لما كان عمرك 120 يوم في بطن أمك، وستستمر ولن تفنى أبدا هذه الروح. الذي يفنى ويتغير هو جسدك أنت، أما روحك فهي خالدة ولكنها تتنقل من مرحلة إلى مرحلة. لذلك هذه الروح عند الله بعد موتك أين؟ الله أعلم. لكنك ستنبت من جديد، فكيف ننبت بعد أن تبدل الأرض وتبدل السماوات؟ يرسل، يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر. طبعا الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد 40 كم؟ الله أعلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها 40 يوم، 40 سنة، أرمانتي، الله أعلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد كم، لكنه ينزل مطر. هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد، تظهر أنت، جسمك يرجع كما كان، ترجع بصحتك، ترجع بشكلك مرة أخرى، لكننا جثث هامدة. ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شاء من حيث المكان الذي أعدها الله فيه، فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى، وروحك ترجع إلى جسدك، لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر. ثم بعد ذلك نقوم مرة أخرى. منا من يقوم وهو سعيد، لماذا؟ لأن معه علامة جميلة، إما أنه مات قارئ لكتاب الله أو تائب أو صائم أو حاج أو معتمر أو مطيع أو على طاعة أو متدين أو خائف من الله، يبعث وهو سعيد. لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيؤول إلى الله عز وجل. وهناك من يبعث وهو يصيح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. خائف ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه وفتحت له طاقة النار، ولذلك طول ما هو في قبره هو يصيح يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، خائف مما هو مقبل عليه. يخرج الناس، كيف حالهم؟ حفاة عراة غرلا بهما، حفاة بلا أحذية، عراة بلا ألبسة، غرلا أي القطعة اللحم التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل، بهما مثل خلاص الأفئدة هواء، يعني إنسان في رعب. وكيف لا يكون في رعب؟ لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره، وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيام أو نهاية الساعة القيامة وما حدث فيها من أهوال. يعود الناس مرة أخرى، فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله 50,000 سنة كما قال الله جل جلاله. هناك أشكال مختلفة للبشر. أما أولياء الله، وأسأل الله أن نكون منهم، فوالله لن يخزيهم الله عز وجل، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع، هذه القيامة لا تحزنهم أبدا ولا يشعرون فيها بأي خوف أو رعب، لأن الله وعد ألا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ولذلك يخرجون آمنين. يكسوهم الله يوم يعرى الناس، ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر
وتبدأ الأمور تحدث، خلاص الملك ملك الله، يا فلان أنت رجل قلبك تعلق في المساجد أخرج، فلا يقف في ذلك الموقف، يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظله جل جلاله. يا فلان أنت نشأت في طاعة الله أخرج، يا فلان أنتم تحاببتم في الله أخرجوا، يا فلان أنت ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك أخرج، يا فلان أنت تصدقت فكنت صادقا في صدقتك أخرج، فيخرج هؤلاء كلهم وانت واقف تتفرج تشوف واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، يذهبون إلى أين؟ إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله. ثم يأتي الشيبان الذين شابت لحاهم في دين الله في الإسلام، يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أمة محمد الذين طالما وضعوا أيديهم ووجوههم يأتون نور كالخيل المحجلة ثم يخرجون. وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده، يخرجهم من هذا المقام. لماذا؟ لأن المؤمن لا أبدا لا ييأس ولا يبأس، بل تستقبله الملائكة التي أحبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل. ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس، ويأكلون يوم يجوع الناس، ويرمون يوم يعطش الناس، ويلبسون يوم يعرى الناس. وترى أيضا في ذلك الموقف أقوام طوقت أعناقهم بثعابين ضخمة، هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فتجدهم يعذبون. تجد في يوم المحشر أقوام عراه وقد ألجمهم العرق، لأن الشمس تدنو ليس بينهم وبينها إلا ميل، منهم من يغطيه العرق، تخيل إنسان كأنه في مسبح قد غطي بالعرق. وهناك ترى أقوام مثل الذر يطأهم الناس، أولئك هم المتكبرون. وأيضا ترى أقوام اسودت وجوههم، لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله فسود الله وجوههم. وهناك أقوام يصيحون يا الله يا الله فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تخيل المشهد، تأتي محتاج لله فلا ينظر الله إليك. المتكبرون، المسبلون، المنانون، الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم، الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها، كل هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يا الله. ويأتي الذين أعرضوا عن ذكر الله وجوههم مسودة عميان، تخيل إنسان يحشر مع الناس أعمى فيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الذي يحدث يوم القيامة، 50,000 سنة والناس واقفة. المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه 50,000 سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر. يا الله، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟ ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا دقائق، كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع. لماذا؟ لأنه ضيف على الله، حبيب إلى الله، نجح في الاختبار، لا يمكن أن يخزى أبدا. أما أولئك فاليوم طويل والعقبة كؤود. بعد أن يقف الناس 50,000 سنة يمل الناس ويضجرون فيصيحون يا ناس خلصونا مما نحن فيه، فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يا آدم أنت أبونا، أنت نبي الله، اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف. فيقوم آدم ويقول أنا قد أكلت من الشجرة وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي. آدم عاش في الدنيا أكثر من 1,000 سنة يذكر الذنب الذي فعله، وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله، اذهبوا إلى غيري. فتنطلق البشرية كلها تمشي، يذهبون إلى من بعده، إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فيا نوح اشفع لنا، فيرفض لأنه طلب من الله طلبا، خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يعني يغفر لابنه. فينطلق يقول اذهبوا إلى غيري، فينطلقون إلى إبراهيم الخليل،
فيقول لهم قد كذبت 3 كذبات، ثم يقول اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته، ثم بعد ذلك يقول اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى عيسى، فإذا وصلوا إلى عيسى يرفض الشفاعة، فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل، ويقول الله له ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع، فيرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له أخرج من أمتك 70,000 الآن يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب. الله أكبر. ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب، فتكون شفاعته شفاعتين، شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب، وشفاعة خاصة لأمته أمتنا التي نحن منها، والحمد لله أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق، عندما يسجد تحت العرش سجود عظيم طويل، فيهيئ له الله عز وجل من التسابيح والتحاميد الشيء الذي لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكرمه الله فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام للبشر أن يبدأ الحساب، وله هو عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة في ذلك الموقف. فمثلا الكرامة العظمى التي يهبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن له أن يدخل من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يعني هؤلاء لا يمرون لا على ميزان ولا على حساب ولا يعديهم الله عز وجل. وورد في حديث آخر أن مع كل 1,000 من هؤلاء 70,000 أيضا، ونسأل الله الكريم أن يوسع فضله. بعد ذلك تحدث أهوال وأمور عجيبة، بينما الناس في ذلك الموقف الرهيب العظيم، وبعد أن يأذن الله عز وجل يأتي ربنا لفصل القضاء، يقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي ربنا عز وجل إتيان يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بين العباد، وأول من يأتي ملائكة تحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 حملة العرش، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه، ما بين شحمة أذنه ومنكبه يطير الطائر 700 سنة ما يصل، فكيف من رأسه إلى قدميه 8 ملائكة تحمل عرش الرحمن. ثم يأتي ربنا عز وجل ولكن لا أحد يراه، لأن رؤية الله عز وجل لا تكون إلا لمن رضي عنهم وهم أهل الجنة، ولذلك ربنا لا يرى إلا في الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا فضله يا أخوة. ثم بعد ذلك تبدأ الأوامر، يا آدم لبيك وسعديك يا الله أخرج بعث النار، فيخرج آدم من ذريته من كل 1,999 إلى النار، وواحد فقط يذهب إلى الجنة. ينادي ربنا عز وجل نوح، يا نوح هل بلغت الرسالة؟
فيقول نعم يا ربي بلغتها، فيسأل قوم نوح هل بلغكم نوح بالرسالة؟ قالوا ما بلغنا بشيء. 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله ثم يجحدونه في ذلك المقام. فيقول يا نوح هل معك أحد يشهد لك؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون ونشهد نحن على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لأننا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم بعد ذلك يسأل موسى، يا موسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول يا ربي ما قلنا، ونبرأ إلى الله من هذا الأمر. إلى عيسى، نعم، استغفر الله، فيبرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر وأنه ما قاله. المهم أن الله يسأل الأنبياء ليثبتهم، يبدأ السؤال للأنبياء نبي خلف نبي. ثم بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى كل أمة أن تتبع لواء نبيها، فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلف لوائه، وأمة نوح وأمة إبراهيم وأمة كل نبي من الأنبياء ومن كان معه. ثم بعد ذلك يبدأ العرض، عرض الأعمال. الله سبحانه وتعالى ما أتى لذلك الموقف إلا ليقيم الحجة على العباد، ولكي لا يعذب أحد بغير جريرته التي ارتكبها، ولا يكافأ أحد بغير عمله الذي قدمه، لأنه لا تظلم في ذلك الموقف النفس مثقال ذرة. يبدأ العرض، عرض الأعمال على العباد، ثم كل شخص يبدأ يقرأ أعماله ويوضع كتابه عنده، وهناك قواعد في ذلك العرض. القاعدة الأولى أنك أنت تقرأ كتابك بنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. القاعدة الثانية أن الشاهد عليك منك أنت، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وتشهد الجلود بما كان الناس يعملون. ولذلك العبد عندما يبدأ يجادل ويلقي معاذيره كما قال الله تعالى يخرس الله لسانه فترتفع اليد ويتقول يا ربي أنا كتبت، والعين تقول وأنا رأيت، والأذن تقول وأنا سمعت، واللسان يقول وأنا نطقت، والقدم تقول وأنا مشيت، والجسد يقول وأنا حملت، ثم يقول الملك وأنا كتبت، ويقول الله تعالى وأنا شهدت، لكنك أبيت إلا أن تفضح نفسك، فيفضحه الله عز وجل. ثم تطير الصحف، صحفنا أعمالنا التي كنا نعملها، وكل شيء مكتوب يا إخوان، لا تظن أن هناك شيء يضيع. أسألك سؤال، قبل 10 أشهر وخمسة أيام أين كنت؟ تذكرون يا إخوان؟ هل تذكر قبل 10 أشهر وخمسة أيام ماذا أكلت؟ ماذا قلت؟ ماذا عملت؟ ما تذكر، لكن كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، موجود في الكتاب الذي سوف تقرأه. وهذا العرض هو التجهيز لما هو بعده. ما الذي بعد العرض؟ بعد العرض تنصب محكمة عظيمة، شهودها جوارحك، جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، المتهم أنت والقاضي الله جل جلاله. فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا خداع، هذا اسمه الحساب. من يحاسب يهلك، لن يحاسب أحد ذلك الموقف إلا ويهلك. قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب فقد هلك. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله تعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب إيش؟
حسابا يسيرا. قال يا عائشة إنه ليس الحساب، والله لو يحاسبنا الله عن كل ريال من أين أخذناه وفيما أنفقناه والله لهلك، ولو يحاسبنا الله عن شبابنا فيما أمضيناه فعلا بالدقة وكل شيء والله نهلك، ولو يحاسبنا الله على كل كلمة قلناها والله نهلك، لكن الله عز وجل يعرض علينا أعمالنا ليقرها فنعلم إذا رحمنا أنه لم أن إذا نجونا أننا لم ننجو إلا برحمة الله عز وجل. ولذلك عندما تبدأ المحكمة ينادى الإنسان يا فلان ابن فلان، فيقوم العبد. تخيلوا يا أحبابي المشهد، تخيل المشهد وأنت تقبل على الله، البشر كلها خلفك تنظر إليك، فيهم الأنبياء وفيهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وأنت مقبل فتدخل تعلم أنك ستقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية، وسيوضع أمامك كتابك تقرأه بنفسك، والله موقف رهيب يا أخوان. وهذا نحن كلنا سنمر بهذا الأمر، لكن ما الفرق؟ أن من رضي الله عنهم وأسأل الله أن نكون منهم، عندما يقفون بين يدي الله يسترهم الله فلا يراهم أحد إلا الله، يغشاه ستر كذا من الله عز وجل، خلاص ما عاد ينظرون الناس إليه ما يدروا وين راح، فيقف أمام الله فيقول الله تعالى ألم تفعل في يوم كذا وكذا كذا وكذا، أما فعلت في اليوم الفلاني كذا، أما نمت ذلك اليوم عن الصلاة، أما قلت ذاك اليوم في فلان وفلان، أما سمعت، أما أعطيت، أما بعت، أما 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 أما. وهذا ينظر 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 يقول نعم نعم نعم، وهو خائف. تخيل الموقف الحين، أنت لو أنك سوف تقف أمام، أنت ماشي في الشارع يوقفك جند المرور من أجل أن يسألك، لقلبت معك رخصك معك أوراقك، وبدأ الخوف ترتعد حتى يذهب، وهو بشر، فكيف الوقوف بين يدي الله؟ ولذلك العبد المؤمن عندما يقره الله بكل هذا يقول الله له لقد قلبنا سيئاتك هذه كلها إلى حسنات، رضي الله عنك خلاص. وإذا رضي الله عنك يرضيك. شوف يا جماعة الله ماذا يقول؟ يقول رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه. يعني أنت الآن عندما يرضيك الله عز وجل، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فلا تخرج إلا وأنت راضي. ولذلك يفرح العبد ثم يقول الله له خذ كتابك، فيحمل كتابه بيمينه ويخرج إلى الناس ويقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. العبد الآخر الذي يحاسب وهو قد يكون من المشركين أو إلى آخره، المهم إذا حوسب ونوقش خلاص يهلك، لأنه لن يستطيع أن ينجو أبدا. فإذا أقر بما عمل يقول الله له خذ كتابك بشمالك، فكيف يؤخذ؟ تلوى ذراعه خلف ظهره ثم يلصق الكتاب في ظهره ويخرج وهو مطأطئ رأسه، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأتي الأمر كالصاعقة، خذوه فغلوه، غلوه يعني ربطوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. شوف ما معنى اسلكوه؟ تدخل من دبره وتخرج من فمه. وعرض السلسلة 70 ذراع، 70 ذراع يعني تقريبا 40 متر عرضها، يعني عرض هذا المسجد السلسلة. ثم يسحب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، فيرمى في جهنم. ثم يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيساق أولئك الكفرة إلى النار ويذهبون إلى جهنم. ثم بعد ذلك يبقى من رضي الله عنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأمم. ينتهي الحساب، ينتقلون بعدها إلى شيء اسمه الميزان.
الميزان له كفتان، الكفة تم الكفة الواحدة تسع السماوات والأراضين من ضخامتها، ومن دقتها ودقة صنع الله أن الذرة بل الخردلة تزينها. التمرة نواتها القطمير هذا النواة عليها غشاء، كم وزن هذا الغشاء بالله؟ هذا يرجح في كفة الميزان من دقة صنع الله عز وجل. ثم بعد ذلك يوزن العبد بأعماله، أنت وأعمالك توضع، فإن رجحت حسناتك على سيئاتك نجوت، وإن رجحت سيئاتك على حسناتك عذبت. أنت ما وصلت لهذا المكان إلا أنك من أهل لا إله إلا الله، يعني أنت نجوت من قضية الخلود في النار، لكن قد تحاسب، قد تمر على الصراط والنار وغير ذلك الله أعلم، لكن المهم أنك أنت نجوت الآن من قضية الدخول والخلود في جهنم. ومن الناس من تتساوى حسناته مع سيئاته، فهنا توزع الأنوار على العباد، هذا نور قوي وهذا نور ضعيف وهذا مثل الشمعة. لماذا وزع الأنوار؟ لأنه ما بعد الميزان أرض مظلمة، ظلام دامس، يمشي فيه الناس على أنوارهم التي معهم، فلذلك يبدأ المنافقون يصيحون انظرونا نقتبس من نوركم، أعطونا من نوركم الذي أعطاكم الله، ويضرب بينهم بحجاب وبحاجز جدار ظاهره من قبلهم العذاب ومن قبل المؤمنين الرحمة، وينادونهم المنافقون ألم نكن معكم، فيقولون لهم ارجعوا فالتمسوا نورا، روحوا للدنيا اللي كنتم مستهترين بالله ولا تؤمنون بالله، روحوا جيبوا لكم نور الآن. فيأخذ العبد النور على قدر أعماله وطاعاته، أسأل الله أن نكون من الموفقين للخير. ثم بعد ذلك يمشون بهذا النور في الظلام. المؤمنون ماذا؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وش تتمنون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. شوف المؤمن همه بس أن النور يكتمل، لكن أولئك القوم لا، يتمنى شمعة تضيء له الدرب. إلى أين يذهب الناس بعد ذلك؟ يذهبون إلى أخطر مرحلة من مراحل يوم القيامة، ألا وهي المرور على الصراط. إذا أقسم الله يا كرام فلا بد أن ننتبه، فقسم الله عظيم، ربنا أقسم بنفسه فقال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ساقطون على ركبهم، ثم لننزعن، النزع هو الجذب بشدة، من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. لماذا كل هذا القسم يا رب؟ قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أمر منتهي، كل الخلائق بما فيهم الأنبياء سوف يمرون على الصراط. الكفرة ظلام، ما يرون شيء، النار عمقها قعرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه فسمع صوت ضربة فقال تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. تخيلوا يا أخوان، نار عمقها 70 سنة، كم هذا العمق؟ يعني أنت لو تبي تقذف حجر من الطائرة التي ترتفع 10 كيلو عن الأرض قد يأخذ دقائق حتى يصل الأرض، أليس كذلك؟ فكيف بعمق 70 سنة؟ والصراط مضروب على متن جهنم، أدق من الشعرة، أحد من السيف، وله روغان، وحوله كلاليب، وظلام دامس، وتمشي بالنور الذي أنت كسبته بأعمالك الطيبة. ولذلك المؤمنون، وأسأل الله أن نكون منهم، ينطلقون كالبرق، بل إن بعضهم تقول له النار يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ ناري، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل،
ومنهم من يمر يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يزحف. يزحف يعني جالس على مقعدته ويزحف زحف، لأن هذا هو النور الذي معه، وخايف ليطيح تحت جهنم. ومنهم من لا نور معه فتخطفه الكلاليب ثم ترمي به في النار. أما المؤمنون والموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، الذين فيهم منافقين وفيهم كذابين وفيهم عصاة، فإنهم إذا سقطوا في النار فإنهم لا يذهبون إلا إلى الطبقة الأولى من النار، ومجرد ما يقعون يحترقون فيكونون كالفحم. وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تبدل جلودهم ويموت ويحيى ويموت ويحيى، لا، يحترق ويبقى في النار لكنه يحرم من دخول الجنة. المنافقون يذهبون في الدرك الأسفل من النار، الكفار في درجة أعلى من درجات المنافقين، والنار دركات كما تعلمون. ثم بعد ذلك الأنبياء كل منهم واقف على متن هذا الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. بعد أن ينتهي البشر من تجاوز الصراط يسقط في النار من كتب الله عليه النار، وينجو أهل لا إله إلا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأمم. فإلى أين يذهبون؟ جاوبوني، تعدوا النار وين يروحون؟ الجنة؟ لا، باقي الجنة مشوارها طويل. يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة جسر كبير بين النار وبين الجنة يقفون فيه. لماذا يقفون؟ كل هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرحلة كلهم مرحومون وكلهم أهل الجنة، لكن ما يزال هناك حسابات بينهم هم. أنت أبوك أخطيت في حق أبوك، أنت زوجتك أخطيت في حق زوجتك، أنت جارك أخطيت عليه هذا، ولا بد أن تصف القلوب، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، لا بد أن تتصافى النفوس. ولذلك يبدأ الحساب بين هؤلاء، أنت أخطيت على هذا نأخذ من حسناتك ونعطيه، وأنت أخطأ عليك فلان نأخذ من حسناته ونعطيك، وهكذا هكذا حتى تتصافى النفوس. ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثالثة بأن يدخل أهل الجنة الجنة، فلا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام، ويكون هو أول من يدخلها. فإذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ينظر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا ما يزال في أمته من لا يزال في النار سقطوا في الصراط، فيلجأ إلى الله عز وجل، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقول الله لملائكته أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهبون ويخرجون خلقا كثير من النار. ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار، فيذهبون ويخرجون من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يا ربي أمتي، لا أزال أراهم موجودون في النار، يا ربي أمتي. ثم يقول الله أخرج من كان في قلبه لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله ولو مرة أخرج، فيخرج خلق كثير. ثم يقول الله للملائكة الذي يأذن الله لمن يشاء بالشفاعة، الشهداء يشفعون والصالحين يشفعون، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيشفع البشر. فإذا انتهت البشر من الشفاعة والأنبياء من الشفاعة، يقول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة، شفع الأنبياء، شفع الصالحين، شفع الشهداء، وبقي شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض جل جلاله قبضة بيده على أقوام لم يعملوا خيرا قط، ثم بعد ذلك يرمون في نهر في الجنة فينبتون من جديد، ويسمون هؤلاء بعتقاء الله من النار. ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة، ويبقى مكان في الجنة لم يمتلئ بعد، فيخلق الله أقواما ليملأوا الجنة، لأن الله عز وجل قال عن الجنة والنار أنه سيملأها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لابد أن تمتلئ الجنة ولابد أن تمتلئ النار، ولذلك الجنة تمتلئ
ثم يأتي ربنا إلى النار فيضع قدمه عليها فتنزوي، لأن النار تنادي هل من مزيد هل من مزيد، ثم تنزوي على بعضها فتغلق، ثم يأمر الله عز وجل أن يؤتى بكبش عظيم فينادى يا أهل الجنة فيلتفتون، نعم يا أهل النار، نعم أهل الجنة عندما ينادون يخافون أن يكون هناك ما يزال حساب آخر، يا رب ماذا، ما انتهينا خلاص. وأهل النار عندما ينادون يستبشرون لعل في رحمة، لعل واحدة منها الشفاعات تخرجنا، فيريهم الله الموت على شكل كبش فيقول أتعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت، فيقول الله عز وجل يأمر الله بقتله فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وبذلك انتهت القصة ودخل أهل الجنة إلى جنتهم ودخل أهل النار إلى النار. هذا الأمر هو الذي سنواجهه غدا، ما بيننا وبين هذه الأحداث إلا أن نموت فقط، قد تخرج الآن بحادث سير وتموت، قد تصلي معنا الآن الفجر نصلي عليك في الراجح ما تدري، الموت يأتي بغتة، فهل نحن يا إخوة مستعدون لهذا الموقف؟ يا إخوان أنا لم أذكر لكم قصص من التاريخ، أنا ذكرت لكم حقائق، ولذلك كان دائما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا إخوة عندما نتصور أن هناك يوم سنقف فيه بين يدي الله حفاة عراة غرلا، والله إننا نتعلق بالله ونرجو ما عند الله، ربنا يا إخوة رحيم كريم، ما نزل الله كل ليلة في الثلث الأخير ليسمع دعاءنا إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما بسط يديه بالتوبة للمعاصين في الليل والنهار إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما فتح الله أبوابه للسائلين إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما فرح الله بتوباتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما ضاعف الله من حسناتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا، فلنبادر إلى الله يا إخوة ولا نتأخر، لا نأتي يوم القيامة حسناتنا قليلة، أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يحبسون لا يذهبون إلى الجنة ولا إلى النار، ينظرون إلى الجنة فيتمنون أن يدخلونها وهم يطمعون يتمنون ذلك لكن ما يستطيعون، لماذا؟ صار عندهم مليون حسنة ومليون سيئة، يعني يمكن لو قال سبحان الله بس وحده زاد دخل الجنة، يمكن لو تصدق ذاك اليوم بريال دخل الجنة، شفت الحسنة هذه البسيطة ذي اللي احنا نحتقرها، يمكن خطوة زادها للمسجد، مو بالعادة يجي مثلا 100 خطوة زاد خطوة 101 دخل الجنة، فلا تحتقر الحسنة ابحث عنها، يوم القيامة زادك الذي ينفعك بعد رحمة الله عز وجل هو حسناتك أعمالك الصالحة، يوم القيامة يا أحبابي سنقف نوزع حسناتنا على الناس، كم شخص اغتبناه، كم شخص تعاملنا معه وأخطأنا في حقه، أنا أنسى وأنت تنسى، الله لا ينسى، ولذلك كثر حسناتك وأكثر من أعمالك الصالحة حتى إذا أتيت يوم القيامة وإذا معك زاد يكفيك، لا تأتي كذلك الخاسر المفلس الذي يوزع حسناته على الناس. أسأل الله يا أحبابي أن يعيننا على ما يرضيه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، هذا هو ما هو أمامنا يوم القيامة، فأسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على دينه. اللهم يا حي يا قيوم أتوسل لك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تهدينا الصراط المستقيم، وأن تردنا إليك ردا جميلا. أسأل الله يا أخواني أن يجزيكم خير الجزاء، وجزا الله إمامنا وشيخنا الشيخ آدم الذي تسبب في هذا اللقاء والاجتماع المبارك معكم، وإلى اجتماعات قادمة بإذن الله، والله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.